السلام عليكم، المجد والخلود لشهدائنا الأبرار، ومرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن، الناس اللي معنا ونتكلموا على الفريق الوطني والمقابلة اللي ما بقالهاش بزاف تلعب على الساعة الثامنة مع تنزانيا، وين مقابلة شكلية بالنسبة للفريق الوطني الجزائري، لكن الجزائريين والفريق الوطني الجزائري من أجل إنهاء الدورة المجموعات بعلامة كاملة، ويسعى المنتخب الجزائري لتأكيد أفضليته وإنهاء الدور الأول بعلامة كاملة في الصدارة في كأس أمم إفريقيا عندما يواجه ساعة وقيل المشعل قبل سوايع في ثالث مباراة المجموعة الثالثة، ويقدم المنتخب الجزائري حتى الآن عروض وهي من أفضل في البطولة، لا سيما على المستوى الاحتواء الدفاعي وسرعة الهجوم، ما مكنه من الخروج فائز في مواجهة السابقة ضد السنغال بعد فوزه على كينيا بثنائية نظيفة. شفنا كيفاش الفريق الوطني وين أدهش الجميع، وعد باعتراف مدربين عالميين، باعتراف خبراء في كرة القدم. ما نديروش على هذو هنايا الربحة ردوها حزن، كدي شغل خاطش على حنا شنا كنا مين نربحو نشوفو، نعاودها لكم، كنا نشوفو آشيو يضحك، هذه هنا تبان مين يضحك آخ آخ والغميز وبورح لي مليا عاير يقولوا ماذا يلعبوا بلا قلب، كويسي مليا يهدر يدلوها، بمعنى بالشيخ مليا طالق روحه يقول لهم بين نرقد هاني روح نرقد هاني، بالشيخ مازال ما رقدش عيبك هاني راه يتقلب خاطش على الجزائر تربح. شو كيفاش الايام كيفاش الدور، ورغم هذا الاداء يواصل المدرب جمال بالماضي في العمل بصرامة التي تضع محاربي الصحراء في مقدمة سباق نحو اللقب، ويبدو اللاعبين الجزائريون على عارفين باللي كما نقولوا حنايا عارفين المسؤولية اللي راهي على ظهورهم، ويبدو وين لا سيما قائد رياض محرز الذي قال بعد التغلب على السنغال كانت مباراة غير سهلة، لكننا نعرف ذلك، لم يسبق للسنغال أن فازت علينا، لكن كنا نعرف أن المنتخب جيد جدا ومرشح للبطولة الإفريقية، لكن هذا الفوز واحد فقط، ونأمل في أن نواصل العمل بشكل جيد. شوف شو اللاعبين حضرنا عليها الساعة، وين اللاعبين واعيين بالمسؤولية، وين اللاعب للناس اللي قال لك لعبوا غاد البارتية شابة وغادي بالك غادي، لا راهم واعيين بالمسؤولية، راهم يشوفوا باللي ياودي كاين مقابلة، ضروك تروح تكذب محرز تحضر معاه تقول له الدور الثاني، يقول لك لا غادي عندي تنزانيا، ضروك انا يقول لك عندي تنزانيا، يعني نخمم في تنزانيا، يقول لك كي تكمل 90 دقيقة ندوش نروح نريح الغد ما شاء الله، منو نروح للتدريبات نوجدوا للدور الثاني. دي هي في الدور الثاني قدام لا يلعب، كنت تقول له كارديو فينال يقول لك لا عندي دور ثاني انا، يعني خمم انا في البارتيه هذه، وين مليح هذه، وين لاعبين محترفين بمعنى الكلمه، ما يهدرلكش يقول لك غادي نروح الفينال، ما يهدرلكش يلعب لك مرحله. وتبع لا يزال امامنا العديد من المباريات علينا ان نواصل في هذا العمل لنستمر والذهاب إلى أبعد نقطة ممكنة. شو كيقول لك؟ مش يقول لك فينال، أبعد نقطة ممكنة، ويلعب لك مقابلة، خاطش على غادي كي ندخلوا الدور الثاني تولي كل مقابلة نهائي 90 دقيقة وقلب، غلطة لا تسامح، تغلط ما كاش تسامح، خاطش غادي تلعب بانيك مع فرق اللي غادي تقيس كلش، يعرف باللي 90 دقيقة وقلب، ما يعرفش باللي بارتية الأولى وكاينة بارتية الزوجة بارتية الثالثة، بارتية ودمر الكاليش يمشي.
وفي المجموعة ذاتها تخوض السنغال ومدربها المواجهة الحاسمة قد يؤدي سقوط فيها إلى إقصاء المنتخب الأفضل تصنيف على مستوى القارة من دور المجموعات. شو كيفاش وين شو وين صعبت بصح حتى الا كنا هضروا على السنغال، السنغال غادي تفوز غدا ان شاء الله، غادي يرمي بكل ثقه في الثقه تاعو في كونت كينيا، غادي يفوزوا يفوزوا. فريق كبير وفريق تلقى بالجزائر، الجزائر لعبت له راجل واحد خلعناهم، ما كانوش يقارعوا باللي الجزائر، الناس كاع كانوا يقارعوا كاع، كنت سقساو خاطش رئيس اتحاديه التصريح اللي داره وقال لهم راهم يضحكوا فيا اصحاب القنوات، على بالك باللي هو بروحه كان خايف من السنغال، هو بروحه كان يقول بلي غادي نخسر كونت السنغال. هذا كمال مهوي كي طرطق ميربحنا راه خور السنغال طرطق، ما كانش مأمنين كاع. ويخوض المنتخب السنغالي لقائه اليوم في القاهرة بحث عن تعويض خيبة خسارة أمام الجزائر بهدف لصفر في الجولة الثانية بعد الفوز الأول على تنزانيا بهدفين لصفر. وفي حين دخل المنتخب السنغالي البطولة كأحد أبرز المرشحين لرفع الكأس للمرة الأولى في تاريخه، طرح أداء وين شن الأداء أمام الجزائر التي ضمنت بفوزها في الجولة الثانية العبور للدور الثمن النهائي، وعلامة استفهام حول قدرة المنتخب الذي يضم في صفوفه نجوم نجم ليفربول الإنجليزي سايدو ماني على الذهاب بعيد في النسخة الحالية من البطولة. وين كي نشوفوا احنا نتكلموا شوية هاك، الجزائر هي اللي عاودت قالت للسنغال روحي رجعي حساباتك. 2014 لعبنا كونت الألمان، لي زالمون يهضروا فيها للآن، يقول لك احنا بسبب الجزائر رجعنا حساباتنا، عرفنا بلي خاص رانا كاين نقائص. السنغال حنا رجعنا للحسابات فطناهم طق طق نوض 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 بكر قالوا له نوض، ضربناهم بسبعه فطنوا بلي عندك انت يا سايدو ماني في ليفربول، بصح حنا عندنا فانيك محرز في مانشستر سيتي دار ماتش نيل معاك وربحك 1-0 في الشامبيونه. وين نشوفوا كيفاش نعاودوا نولوا فانيك الجمال بالماضي، انه لا وين قال لهم لا مجال للتهاون في مباراه الفريق في المقابله امام تنزانيا اليوم ان شاء الله بالجوله الثالثه للمجموعه الثالثه بكاس امم افريقيا. واكد بالماضي في مؤتمر صحفي شناه كيفاش وين لتقديم مباراه تكون استعراضيه وتكون العلامة الكاملة في المجموعة، 9 نقاط أهداف بدون تلقي أهداف. عليك وين أكد بالماضي في مؤتمر صحفي وين شنا كيفاش تكلم عن المقابلة، تكلم عن المقابلة تاع كينيا، تكلم عن المقابلة تاع السنغال، وتكلم عن المقابلة تاع تنزانيا اللي قال لك لازم ندخلها بكل قوة، وأكمل وإكمال المسيرة وين المسيرة اللي زعما شنا كيفاش برومي ماتش 3 بوا، دوزيام ماتش عندنا 6 بوا تأهلنا في الدوزيام ماتش، المقابلة اللي تلعبت تاع السنغال وين الجزائر كسبت ثقة كبيرة، حتى الشعب كسب ثقة في الفريق، وين أنا دروك راني نهدر غادي نروحو نجيبو غادي نجيبو الكاس، الكاس غادي تربدها الجزائر برك، سورتو إلا خسرت مصر في الكاردو فينال، غادي تربدها الجزائر. نربدوها حنا ان شاء الله بربي، حنا اللي غادي نجيبو الكاس، نلعبو كارديو فينال نربحو دوزي دومي فينال تكون مصر اليميني، خاطش لنا مصر كيفاش الميليو تاعها عيان بزاف، ميليو عيان لا ديفونس ثقيله، كلشي لونتري الكارديا تاعهم كانوا يخسروا بثلاثه اليوم، ثلاثه اربعه يخسروا باربعه اليوم. ويشلنا ذاك الحارس احمد شناوي وين خرج كرات داخله خرجهم الشبك،
الفضل يعود ليه هو. والجزائر راه عندها تشكيله مكتمله، رانا نلعبوا بتشكيله مكتمله ان شاء الله بربي نكونوا في المستوى، والكاس تكون من نصيب الجزائر. نلعبوا اليوم نكملوا مع تنزانيا، نكملوا بالعلامه الكامله 10 على 10 ونفوتوا ان شاء الله بربي الدوزيام تور كارديو فينال دومي فينال. يبقاو لنا شحال؟ 4 ماتش دومي فينال كارديو فينال دومي فينال 4 ماتش برك. اي 4 ماتش ديروا القلب تاع 4 ماتش برك، نردوها ونجو نخونوها ونجو. هذه هي تحيه الجزائر، صحيتكم.